مشاهدينا نحييكم من جديد. بعد قليل هيبقى معانا المطرب والفنان الشعبي ابو الليف. حظه وحش جدا بعد ان نجا من المرض الغامض، وكنا عملنا معاه مداخله تتعلق بذلك، لكن اليوم ايضا صدر حكم من المحكمه بحبسه لمده عامين بتهمة القتل الخطأ. ما بين المحطات الإنسانية والفنية هنتكلم مع أبو الليف بعد قليل. القضية اللي نوهت عنها دفاعا عن حقوق المصريين في الخارج، هذه الحقوق تشمل كل شيء، حقوقهم المادية، ممتلكاتهم، وأيضا دمهم، دمائهم يعني، اللي أحيانا دم المصريين في الخارج بيضيع هدرا. وعشان كده بنطالب كل السفارات المصرية في الخارج، نطالب أيضا الخارجية المصرية دائما بأنها تتدخل حماية لدماء وحقوق وممتلكات المصريين في الخارج. رجل أعمال مصري ناجح بيشتغل مع أحد شيوخ العائلة الحاكمة في قطر، آل ثاني، وفجأة عثر عليه قتيلا. قالوا لا، ده سقط من أعلى، والبعض قال ده مقطع شرايين إيديه، يعني في حالة غامضة. لكن قبلها كان في مجموعة من التهديدات والخلافات الكبيرة مع الشيخ القطري، ده معناها أنه في خلافات، في تهديدات. فحينما يعثر على المصري ميتا بهذا الشكل، بالتأكيد الأصابع هتتجه على الفور للإشارة إلى أنه مات قتيلا. طيب كيف يمكن أن نستعيد حقه وأيضا نطالب بالقصاص له، وكمان نطالب باستعادة جثمانه؟ زوجته الدكتورة سلوى محمد أبو زيد معانا. دكتورة سلوى أهلا بيكي، ربنا يصبرك والباقيه في حياتك. قولي لي، قولي لي حضرتك، الاستاذ هشام علي رضوان مدير لشركه ورجل اعمال ناجح وبيشتغل مع يعني شخصيه كبيره يعني في قطر، وبالتالي هنا هيبقى الوضع يعني انا امام رجل اعمال مصري ناجح، يعني مين اللي وصل لكم انه في تهديدات؟ هو قال لي هو كان قايل لي، وكان قلقان جدا وكان مرعوب لانه اتهدد كذا مره انه هيتقتل وانه ممكن يقتلوا ولاده. احد مين؟ مش عايزه اقول مين. واحد كان موجود هناك خلاص، وبعت له واحد هدده قبل كده، انا مش عايزه اقول اسماء. انا قدمت بلاغ رسمي، لا انا قلت فيه نفس الكلام دوت. بس واحد هدده، جه بعد كده ليله الوفاه، توفى يوم 26، يوم 25 هو عنده قولين عصبي. كلمته قلت له لا ما تقعدش عايز كده، روح. راح مستشفى اسمها العمادي، مسجل دخول وخد دواء من هناك، وقعد يضحك ويقول لي ده مش بس بيكتبوا لي الدواء، لازم يستاذنوا عشان يصرفوا الدواء. وبعت لي على الواتس عندي صوره الدواء يقول لي ده كويس ولا لا. ونروح قعد، لا يعني لازم يستأذنوا عشان يصرفوا الدواء، معرفش هو قال لي كاتب لي لا 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 لا, لا ده نظامهم ده كان انا بتكلم بيهزر يعني. وبعدين راح قعد على القهوه شرب شيشه، وبعد كده واحد قال لي راح جاب ساندوتش ورجع البيت. كلمته الصبح نص ساعه تقريبا، من 8 ل 8 ونص تقريبا خلاص. كلمته بعد كده، انا بكلمه الصبح كتير ما ردش، كلمته تاني ما ردش. فقلت، فكلمت واحد صاحبه عارفاه اوقات بيروح كتير قوي، هو النايب بتاعه بيروح يجيبه. قال لي البقاء لله. قلت له البقاء لله في مين؟ قال لي في هشام. قلت له يعني ايه؟ قال لي الجثه قدامي هي على الارض قدام العماره اللي هو ساكن فيها، العماره اللي ساكن فيها في وسط الدوحه، في وسط الدوحه، وايديه الاثنين متقطعين كده زي الشرايين وواقع من فوق. الكلام ده اي عقل يشك؟ ايه اللي جرى؟ مفيش حد بيعمل كده في الدنيا، حد يقطع ايديه وينط. وبعدين انا عارفه بيته لا، هو دايما يعني حكايه السقوط من اعلى دي يعني، لا هقول لحضرتك بيته ده عايز يموت حد موتا غامضا يعني، بحيث بيته ده البي بي سي بتاعته تيلتنج بتفتح حته قد كده. هو مش من النوع اللي بيهوي البيت، والدنيا اليومين دول في قدر حر قوي قوي، محدش بيفتح خالص تاخر الحر.
يعني مش ممكن انه يسقط من تلقاء نفسه كده. لا يعني ايه، ما تجيش غيبوبه سكر، ما تجيش عنده بلكونه ربع متر في نص متر كده تقضي، لو اتنين وقفوا فيها يتزنقوا مع بعض، والسور بتاعها عالي، هو ما بيدخلهاش اطلاقا، لدرجه ان حتى الناس اللي بتيجي تنضف اوضه بتنسوا ينضفوها خالص. يقع ازاي؟ عشان كده انت على يقين، لانه كان في تهديدات قبلها وهددوا كمان، يعني هنقتل لك ولادك، يعني كل ده عشان كان مرعوب. اول ما نزل نزل يتعالج قعد في مصر شهر لانه كان عنده سكر. وبعد كده اما نزل بدات التهديدات بقى تزيد قوي. كان اول حاجه عايز يعملها ينزل ابنه، لان ابننا كان هناك. نزله. نزل يعني نزل. ابن حضرتك كان بيشتغل معاه هناك، بيشتغل يعني بيشتغل، فنزله من قطر بالظبط كده، انه كان مرعوب من تهديدات الراجل اللي كان بيهدده. بص ده انت حتى خايف، انت خايف على بناتك كمان، خايف يعني. لانه كان بيهدده بكده. حتى هشام كلمني وقال لي اعملي حديد على البلكونات اللي عندنا، وبدات اشوف بقى اقفل ازاي واعمل كل وانت الحاجات. وانت قاعده هنا في مصر؟ وانا في مصر. يعني وصل بيه كمان ان قال له انا هوصل بعت بأسرة. له الراجل ده اللي انا بقول عليه، بعت له واحد مصري بس من اللي هم يعني اللي هم بيبقوا مستعدين اي حاجه عشان حد يزوده 5 درهم في يعني. وقعد يهدده ويقول له كذا 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 كذا، وده راجل كذا وهيأذي ولادك وهيعمل كل الحاجات دي قالها له رعبه. فهو قال لهم لا احنا ما قلنالوش، هو نفسه مهدده، قال له بس ده انا ما قلتلوش. وبعد كده الراجل ده لسه قاعد عندهم وبيشتغل وبيكبر وكل حاجه، نفس الراجل ده لسه قاعد عندهم. دي كلها مش حاجات انا بص ما بقولكش مين حصل ايه، انا بقول لك دي احداث 1 2 3 4. انا بعت بعد فتره لقيتهم محتجزين الجثمان خالص، الراجل مقطعين ايديه، وابعت ناس المشرحه، ناس بقى كتير هناك يقول لك مش لاقيينه. وفي الاخر اكتشفنا ان هو داخل بكود مش باسم، بعتنا لهم بقى صوره الاي دي بتاعته عندي هنا في قطر وكده، حطوا له اسم. بقى الناس بقى ده بقى اللي انا ما شفتوش. انا بقول لك انا سمعت التهديد، انا عارفه ان هو كان مرعوب جدا. لا يعني لما يقول لكم ما يوصل بيه يقول لكم حطي اقفلوا الازاز واعملي كان قاعد يقول لي حمايه للاولاد عنواننا، يقول لي كانوا عارفين عنواننا، انا قلقان دول عارفين عنواننا. وهي خلافات كانت كبيره بسبب الجانب المالي وجانب لا الاداره. ده الثلاث ميزانيات اللي فاتوا كانوا كسبانين، وميزانيه السنه دي لو ما لعبوش فيها تطلع كسبانه. هي الفكره كلها في الاداره، توجيه الكاش فلو ازاي. الكاش فلو اتلخبط مش وحش، يعني هي السنه دي هتكسب بس الكاش فلو متلخبط، يعني ندخل ايه قبل ايه، وده وارد يعني ده هيجي الاول وبعدين ده هيجي الاول. يعني هو نفس هو كان مدير للشركه، مطلوب منه انه يتلاعب يعني، ولا مطلوب منه؟ لا ما كانش مطلوب منه حاجه خالص، لا انا بتكلم ان كان في يعني خساير. بلاش اقول عشان مش عايزه افسر على مين اللي كان مخلف، مش عايزه اتكلم في الحته. مش مو انا مش عايز. يعني هو كان على خلاف مع واحد، بعت له واحد يهدده، اخر 3 ايام هما كانوا عايزين يعمل اختفى، بعت لي يوم 25 قال لي خلاص انها الحرب، بعت لي كده لسه عندي على الواتساب قال لي انها الحرب خلاص، ويوم 26 الصبح كلمني وبعد شويه قالوا لي وقع من فوق وشايله متقطع وايديه متقطعه. جالي بقى سبب الوفاه غريب جدا، انا جالي سبب الوفاه ايوه نزل دخل يوم 26 على 26 27 28 29 30 طلع سبب الوفاه ايه؟ نزيف دموي، نزيفك التهتكات نتيجه سقوط من علو. طب النزيف ده مش بيبقى في مكان ما؟ يعني مثلا نزيف في الطحال، نزيف في المخ، نزيف في الرئه، عمل كولابس الراجل مات، مش في نزيف في مكان ما؟ ده التغيير الطبي احنا شايفينه على الهواء. يعني هو يعني الملابسات عموما في كلها يعني ده تستدعي التحقيق. لا وبعدين ما حصلش اي تحقيق. النهارده حصلت مشكله بقى. الراجل خلاص كانوا بيغسلوه وجايبينه. اكتشفوا ان انا قدمت في وزاره الخارجيه واقول لهم يا جماعه في شبهه جنائيه. الكلام اللي انا بسمعه ده مش متركب على بعضه، يعني مش ما شفتش انا ما سمعتش ان في واحد بيقطع ايديه وبعد كده يقع فجاه، ما قالوش غيبوبه سكر، ما قالوش حاجه، ما فيش تجمع. والناس قايلين لي طب قلنا لهم في تقرير طبي قال لك لا احنا ما شرحناش. ماشي انتوا ما شرحتوش، طب ليه ما طلعتوش الجثه اول يوم؟ ليه مش تاني يوم؟ ليه سايبينها اسبوع؟ ليه سايبينها عندكم اسبوع؟ مش دي كلها ملابسات غريبه تستدعي ان انا اشك؟ طبعا كل ده بالاضافه يعني بعت الخارجيه اول امبارح. هي المفروض انها عارفه من اول يوم بس ما لقيتش فيه كده حاجه، فقلت بعت اول امبارح وقلت لها لو سمحتي انا جوزي مصري الجنسيه واحمل جنسيه مصريه وتوفى في قطر في ظروف مريبه، وهم نفسهم بقى لهم دلوقتي 5 ايام حاجزينه في المشرحه، يعني هم مش مطمنين ان هم يمشي.
لو سمحتي تابعي عشان خاطر لو في حاجه غلط تقولي لنا، لو في حاجه غلط نقدر تمس. طيب وانت هنا حتى في الخطاب اللي عملتيه لوزاره الخارجيه وقلتي فيه كل ال، لا ما قلتش حاجه، قلت هو كان على خلاف مع فلان وبعد كده قال لي يعني كان في ثلاث ايام مشاكل زادت قوي قوي، وفي يوم 26 لقيناه وقع من البلكونه، واللي شهود العيان بيقولوا ان كانت ايديه متقطعه. ده بالظبط اللي انا عارفاه، انا عارفه انا وابني وبناتي سمعوه وبيقول لهم بيهددوني، وكان قاعد يفكر كويس قوي ان احنا نعزل خالص من البيت عشان خاطره عارفين عنوان بيتنا هنا. بص ده انا بقول لك حاجات، في بقى ممكن استنتاجات، ممكن يكون استنتاجات، بس انا لما بقول لك حقائق، لما اقول لك انا سمعت. طيب في كل الاحوال يعني خلينا الفيصل انه يتم تشريح الجثه، يتم التحقيق في هذه القضيه، لانه كمان هي المشكله يعني ربما اللي انت بتحفظها، احنا امام يعني شيخ قطري ينتمي للاسره الحاكمه، هيبقى في تعتيم، هيبقى في تسطر، في تهديدات، وصلت التهديدات قبل موت الاب الى حد تهديد الابناء لدرجه انه مشى ابنه من قطر، هي حتى عندها بنت بتدرس جابتها، خايفه حتى يطلعوا معاها على الهواء، حاله الهلع. يعني هنا احنا لازم نساند هذه السيدة، مؤسسات الدولة المختلفة والمعنية، يعني لان انا شايف انه تأثير الخوف من التهديدات القديمة لسه واصل ليكي، يعني انه حتى الناس ممكن تأذي ولادك يعني. ايوه طبعا انا بفكر ده اهم حاجة دلوقتي خلاص، باباهم توفى. انا بعت لواحد هناك شغل يعني نعرفه في قطر، استغاثة الامير قطر، قلت لهم يا جماعه اعرضوها، ده انا قايله كلام كويس فيه، ده انا جوزي توفى ومحتجزين الجثمان، لو سمحتوا افرجوا عنه وشوفوا مين القاتل، بس ما جبتش هو ده بس اللي انا قلته، ما فيش كلمه زياده. ما حدش رضى، ما جبت سيره حاجه، هي ده الجثمان محتجز وارجوكوا شوفوا لو في قاتل، بس لان ملابسات غريبه. ما حدش رضى ينشره، قال لك لا انا مش جايبه سيره حد خالص فيه، لو في قاتل يعني هو مش المفروض اللي فيه قاتل ده يبقى في اي بلد يبقى في قاتل، لازم ملابسات غريبه طبعا طبعا، وخاصه يعني زي ما انت قلتي يعني السقوط من اعلى بالملابسات دي، بالاضافه الى طالما انه كان في تهديدات قبلها وفي خلافات كبيره بهذا الشكل، وشهود عيان بتقولي قالوا لك انه مقطع شعير، ايديه متقطعه وواقع، دي في حد بيعمل كده وحد بيعمل وده كده، يعني 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 ده متبهدل. بيجي لي بقى في الاخر تقرير الطب الشرعي، تقرير الوفاه كده، تجمع دموي في مكان ما في الجسم، يعني الدكتور في تجمع ما دموي موت واحد، ومش قايلين مش محدد يعني فين التجمع الدموي، ومفيش تشريح. طيب. ويقعد 7 ايام عندهم. طيب. من الاربع للثلاث. انا عايز بس يا جماعه لانه يعني نزيل حتى المخاوف عن هذه السيدة، عن هذه الأم، يعني لأنه لسه شوف تأثيرات التهديدات اللي وجهت لزوجها قبل موته أو مقتله، التهديدات تأثيراتها ما زالت مستمرة معاها، يعني أنه ممكن يعملوا في بناتي، يعملوا في ابني، وبالتالي هنا على أجهزة الدولة أنها تسندك إن شاء الله. أنا بس أرجوكوا، أنا دلوقتي الجثمان عندهم بقاله 7 ايام، ده وقت لو عايزين يعرفوا في وفاه طبيعيه، في وفاه مش طبيعيه، ده وقت كبير. ملي كانوا امبارح النهارده الصبح بيغسلوه، وبقى لما عرفوا ان انا قدمت بلاغ في الخارجيه قالوا لهم كده، في ناس قالوا لنا كده، ده انا بقى سمعته، ده انا ما سمعتوش من انا. عرفت ان هم قالوا، قال لك قدمتوا بلاغ في الخارجيه، طب شوفوا بقى تعرفوا تاخدوه بعد شهر ولا اتنين. يعني هم مثلا دون يا مات يا اتقتل، يا مات موته مش طبيعيه لان حاجه غريبه، يا اتقتل، ما هو حاجه من الاثنين. طالما انت عايز تخفي كده تخبي يعني. طيب كمان تمثلوا في الجثه وتسيبوها عندكم ما يدفنش، هو ايه؟ ده ايه ده؟ هو في حد يعني قالوا لك حينما علموا انك قدمتي مذكره لوزاره الخارجيه فقالوا خلاص طالما عملت كده يبقى شوف الجثه بقى، يعني ده برضو الناس قالوه لي. ده انا بقول لما انا اقول لك جوزي قال لي ان هم بيهددوا الولاد، اعملي حديد على البيت، ده انا سمعته من جوزي. ده الناس قالته لي النهارده، وانا كنت ساعتها في وزاره الخارجيه، كنت حتى عايزه اقدم ورق ما رضيتش اقدم ورق، خدت ورقي ومشيت. طيب
ان شاء الله انا واثق انه اجهزه الدوله هتسندك. مش هينفع يا جماعه لانه الطرف الثاني زي ما قلت يعني شيخ قطري، وبالتالي طبيعي جدا انه هيتم اخفاء كل ما يتعلق بالادله والملابسات. بالاضافه اهو يعني اول بس ما علموا انها قدمت مذكره لوزاره الخارجيه، طب ابقوا بقى شوفوا الجثه هتجيلكم ازاي. يعني حتى الجثه بيتم التلاعب بيها. يعني هم كانوا عايزين انه الناس تدفن وخلاص وتبقى الوفاه وفاه عاديه، انما هنا لا، مطلوب التحقيق في هذه الوقائع والتشريح الجثه مهما كان الطرف الثاني. عندي ثلاث حاجات. الشيخ قطري بقى ينتمي للعائله الحاكمه، لا هنا مؤسسات الدوله ما تسيبش هذه الام بشكل منفرد كده في حاله بتخبط على الابواب. يعني انا واثق انه الجميع هيساندك ان شاء الله. انا بس عايزه بس اقول لهم ارجوكم لست الرئيس ووزاره الخارجيه والتعاون الدولي والهجره، احنا عايزين الجثمان. احنا ما ينفعش عنده فينا كده سبعة ايام عندهم يعرفوا كل حاجه في الدنيا. الناس قايلين يعني دي اول حاجه. تاني حاجه، انا كل حقوق الانسان في الدنيا فين؟ حقوق الانسان هنا وفي اليو ان وفي كل الحاجات دي. ليه سايبين السليفري ده؟ كان سليفري في قطر اللي اتعمل في جوزي في الشهر ونص او الشهرين الاخرانيين، ده كان نوع من انواع العبيد اللي انا متاكده ان كل دول العالم مضت على انه ممنوع. كمية الرعب اللي كان عايشها في الآخر، وإنه مش عارف يسافر ويطلبوا منه طلبات غير عادية ولازم حاجات مش ممكن لمجرد الخلاف على الإدارة، ده استعباد. هو أول شهر ونص أو شهرين الآخرين هو ما كانش بيدير إطلاقا، هما كانوا بيديروا، هم عندهم المفروض على ورق 75، إنما كانت النسبة متفقين عليه 47 51 خالص. ده لو ده مش لسه عصر العبيد، ومال ده يبقى اسمه إيه؟ ايه ده اسمه ايه؟ ازاي اليو ان والهيومن رايتس ازاي ما بيفكروش ان ده لازم يتلغي من العالم؟ ازاي يسيبوا اي حد؟ سيبك بقى، انا عايز اقول لك اي حاجه، انا بقول لك ده اتعملت فيه الشهر اللي هو لو كان مات جسمانيا يوم 26 اللي فات، هو مات كل يوم نفسيا في مده الشهرين الاخرانيين او شهر ونص الاخرانيين دول. الاغتيال النفسي يعني انه عايشوه في حاله الاستعباد اللي انت بتقولي عليها، لكن المصري لن يكون عبدا ابدا. مرضيش اهو، ده النتيجه. عن حقه ده النتيجه، ده النتيجه. تالت حاجه بقى، انا كنت عايزه اقولها لكل انسان بيصلي في قطر، اقول لهم ضاع خاب قوم ضاع الحق بينهم، لان ده ما كانش يرضي ربنا ابدا. وعايزه اقول لهم كمان، انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا تسرق فيهم كبيرهم تركوه وتسرق فيهم صغيرهم اقاموا عليه الحد. ده اللي حصل، ده ما كانش يرضي ربنا ابدا ابدا. طيب ثق ان شاء الله انه دم جوزك رجل الاعمال هشام علي رضوان مش هيضيع، وثق كمان ان شاء الله بعد ده انه مؤسسات الدوله هتساندك، لانه يا جماعه الطرف الثاني شخصيه نافذه، شيخ قطري ينتمي للعائله الحاكمه، وبالتالي وكمان مارس اغتيالا نفسيا ومعنويا على زوجها قبل الموت يعني، وحتى على الأسرة كلها تهديدات بسبب الخلافات الشديدة في العمل. واحنا بنتكلم عن الضحية، ده رجل أعمال مصري ناجح يعني، ولو ما كانش ناجح ما كانش تولى مدير لهذه الشركة. ثلاث سنين هو المدير، الشركة ثلاث سنين عملها من ما فيش ولغاية من شهرين فاتوا. هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه ده حضرتك بس؟ انا هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هنقدر نعمل ايه؟ انا بس بناشد كل بني ادم يقدر يعمل حاجه في مصر، لو سمحتوا احنا عايزين الجثمان. ده قعد عندهم سبعة ايام يقدروا يعرفوا دي وفاه طبيعيه او وفاه مش طبيعيه. الناس قايلين شكله غريب جدا، ما شرحتوش ليه؟ ما شفتوش ليه؟ هو في حد بيقع في الدنيا من بيت ما يتوقعش منه وتبقى ما فيش حاجه ما يسالوش؟ يعني هو ده يعني، انا سوري يعني، لو انسان حتى يعني لو كان عندهم في النيابه مستوى الذكاء اقل من الطبيعي بكثير
كانوا يعرفوا ان هم يبداوا من اول يوم يقولوا في حاجه غلط. يعني مش هقول لك مستوى انسان طبيعي في الذكاء، اقل يعني مثلا الاقل من 90 مثلا، ده هنقول ان هو ده هيعرف لا ده انا لازم ابدا بقى اشوف لو يكون في حاجه غلط. يعني مش المفروض حد يتخيل ده ان في حاجه غلط يا جماعه، شوفوا ايه الموضوع ده، كتبوا له سبب وفاه وبعدين جابوا له لحضرتك جابت لحضرتك ان هم ادوه تصريح سفر وبعد كده الموضوع 7 ايام ده مش قليل في الطب الشرعي عشان يعرفوا عنده ايه. راجل وقع في الارض امبارح، اي حد يكلمك امبارح كان في مستشفى العمادي بياخد دواء للمغص. طيب يعني انا يعني ربنا يصبرك، مقدر تماما الحاله اللي انت فيها، خاصه انه كان سبقتها تهديدات وموت كل يوم يعني، وتهديدات حتى وصلت ليكو انه حتى ممكن نعمل لكم حاجة هنا في مصر. وانا شفت لمست بنفسي حالة الخوف على بناتك دلوقتي، وحالة الخوف على ابنك، وحالة الخوف دي ان شاء الله هتلاقي اجهزة الدولة بتقف معاكي، انت مش لوحدك. يا رب يا رب. طيب بسرعة عشان الشيخ مظهر شاهين طلب مداخلة، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شيخ مظهر اتفضل. أستاذ وائل تحياتي لحضرتك وضيفتك الكريمة. حقيقة أنا متابع الفترة الفقرة من أولها ومتأثر جدا بهذه الحالة الإنسانية، وبنضم لسعادتك في المطالبة أنه طالب أجهزة الدولة بالتدخل فورا للكشف عن غموض هذا الحادث بالقانون وبالأساليب القانونية. والحاجة الأهم من كده أنا بقول لأم الكريمة، وأنا شايف الخوف مالي عينيها وحاسس بنبرة صوتها وقد إيه هي حزينة وخايفة في مصر هنا، بقول لحضرتك وأنت في مصر هنا ما تخافيش، أوعي تخافي من حد، لا قطر ولا دولة قطر ولا أمير قطر ولا حتى أمريكا ولا إسرائيل، ليه حد منهم يقدر يقرب لك وأنت هنا في مصر بين إخواتك وقرايبك وأصدقائك وبين المصريين. الحالة اللي أنا شايفها قدامي يا أستاذ وائل حالة تستدعي من أجهزة الدولة التدخل الفوري، وأنا شخصيا متضامن جدا مع هذه السيدة الكريمة الفاضلة مع أمنا الكريمة، وبطلب وبطالب المصريين والمشاهدين بالتضامن معها حالا مع سعادتك على الهواء، ونطالب الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المعنية كلها بكشف غموض هذا الحادث. المصري مش رخيص والدم المصري مش رخيص، واي حد مش فوق القانون، ما حدش فوق القانون والله، اذا كان مفيش حاجه في مفيش مشكله خلاص نحترم القانون، اما اذا كان هناك مشكله بالفعل وجريمه ارتكبت بالفعل يكشف عنها القانون، فيجب ان يحاسب من ارتكب هذه الجريمه حتى ولو كان امير قطر نفسه مش واحد من الاسره الحاكمه. المصري مش رخيص، ومش هنقبل ابدا بان سيده مصريه وبناتها يعيشوا في وسطينا والخوف يملأ قلوبهم وأعينهم زي ما أنا شايف دلوقتي. بطالب المشاهدين والجمهور يبقى فيها هاشتاج على هو يعني هي حالة الخوف دي الأكثر، لأنه يعني شوف أن تصل التهديد حتى بعد أن فقدوا عائلهم وبعد أن فقدوا الأب، يمتد هذا الخوف سواء عند البنات يعني حتى لم يتمكنوا من الدخول، يعني الأم خايفة عليهم مش عايزة تطلعهم على الهواء، يوصل الخوف إلى هذا الحد. يعني ازاي وانت في مصر ام الدنيا وحواليك اخواتك وحواليك اولادك وحواليك الجيش والشرطه العظيم المحترم، وانا مش بأقحم الشرطه والجيش في قضيه بدون داعي، لكن بقول واجب على الدوله المصريه، اي مصري يقتل في اي دوله عربيه او اجنبيه مش رخيص، وبالتالي واجب على الدوله مش من باب الفضل ولا من باب المجامله انهم يتدخلوا اولا لكشف غموض الحادث، ثانيا لحمايه اسرته. أنا شايف الخوف مالي عن أمنا الكريمة، وده اللي حركني حقيقي. لا لأنه بقاله شهرين يمارس عليهم يعني كشيخ قطري نافذ، يعني يمارس عليهم تهديدات ليس في قطر فقط، إنما على أسرته حتى في مصر، لحد إن الأب قال لهم خلوا بالكم من نفسكم قفلوا كويس، لأنه هو هددني بإنه هيوصل لي هيأذي أولاده وابنه وبناته. يعني والله يا استاذ وائل مش لو شيخ قطري، لو امير قطر نفسه ما يقدر يعمل لها حاجه، ولو راجل يورينا هيعمل ايه. وانا بطالب السيد نبت عبد الغفار وزير الداخليه بوضع حراسه شخصيه عليها وعلى اسرتها، وبطالب الدوله بالتدخل زي ما قلت لحضرتك، واهم من ده كله بطالب الشعب المصري بمسانده هذه الام الكريمه اللي عايشه في مصر خايفه من قطر. قطر مين وامير قطر مين ودوله قطر مين اللي تخوف مصريه على ارضها؟ والله لا هو ولا اللي ورا منه يخوفوا مصريه على ارضها، ولو راجل يورينا هيعمل ايه.
يا استاذ وائل انا متاثر جدا بهذه الحاله وبشكر حضرتك ان تضامنت معاها وطلعتها على الهواء علشان نعرف المآسي اللي احنا عايشينها ونحن لن نقبل بهذا الامر وانا اثق ان القياده المصريه ايضا لن تقبل بهذا الامر وبطالب المشاهدين بدعم حضرتك ودعم الامه الكريمه على الهواء الان مباشره. انا بشكرك يا شيخ مظهر الف الف شكر. والله انا يعني اقنعتها بصعوبه هي طبعا يعني بعد ان فقدت الاب فهنا مش عايزة انها تتعرض لأي تهديدات بس في نفس الوقت مش عايزين نضيع دم المصري مش عايزين اللي نسيبه هنا كده برضو يعني مش عايزة دم وضيع ومش عايزة يفضل مرمي عندهم كده يعني ايه جثمان يفضل اسبوع لا بدون تشريح ولا تحقيق يعني ايه جثمان يقعد اسبوع قولي يعني هو ويعني أنا ايه يقولوا لك طالما عملتي بلاغ في الخارجيه فيعني مش هتشوفوا الجثه لا وانا قاعده في الخارجيه ابني جات له المسج دي وانا قاعده ابني جات له المسج دي لميت ورقي قلت له انا مش عايز اقدم حاجه ومشيت هل بقى ده وبعد كده دلوقتي جات لي مسج تايم قبليها بعديها قالوا لي لا يا جماعه اقول كله قالوا لي لا ده كان خلاص هيبعتوه والخارجيه المصريه اللي النهارده وقفته دي جت تاني دي بقى مسج جت على علشان يعني بيطلبوا انا جت في الخارجيه المسج دي وانا خدت ورقي ومشيت من ساعه ولا حاجه ابني بعت لي وقال لي بيقولوا واحد صاحبه بيقول لا مفيش حاجه اسمها بيقولوا بس هنفهم الخارجيه المصريه مسج جات له يعني ما دي مسج جات له ودي مسج جات له طيب الصبح بس احنا هنا لازم نشوف الاجراءات القانونيه المتعلقه بتشريح الجثه علشان هنا تحديد انه تعرض لقتل يعني واستعاده الجثه واستعاده قصاص العدل من القاتل حتى لو كان امير قطر مش شيخ قطري زي ما بيقول الشيخ مظهر شيء ومش عاوز يبقى عندك حاله القلق اللي هم مصدرينها انه نستطيع ان احنا يعني لو اتكلمتي نجيبك ونجيب ولادك يعني مش يعني ولا يمكن ابدا انه يبقى فيه خوف او خضوع امام هذه التهديدات. انت شايف الناس كلها هتلاقيها متضامنه معاكي وانا واثق انه اجهزه الدوله المختلفه من دلوقتي مش من الصبح هتلاقيها بتتضامن معاكي وبتشوف ازاي تساعدك لانه ده واجبها يعني ده حقها ده حقك يعني. رجع الجثمان ارجوكوا احموا ولادي ورجعوا الجثمان ارجوكوا. طيب طبعا المسألة مش رجاء ده المسألة هو واجب على أجهزة الدولة المصرية بمختلف مستوياتها وأنا أثق إن شاء الله أنهم هيتدخلوا لأن الأم طيلة الساعات الماضية وهي في حالة خوف وذعر على بناتها وعلى ابنها وكمان عايزه تستعيد الجثمان لما تجي لها تهديدات واضحه كده انه خلاص طالما اتكلمتي بلغتي عملت هذه الضجه يبقى كان الهدف انه يتم الدفن وتموت الحقيقه مع موته يعني وتدفن معاه لكن لا في ملابسات في تهديدات وصلت التهديدات لم تكن فقط موجهه للقتيل ولكن للاسره كلها واثق انه اجهزه الدوله ان شاء الله هتساند هذه السيدة مهما كان الطرف الآخر يدعي أنه يستطيع أن يصل إلى الجميع شيخ قطري أو حتى أمير قطر أو أي شخص أيا كان ثق إن شاء الله الناس هتبقى كلها معك يا رب. وحتابع مع حضرتك إن شاء الله يا رب أنا متشكرة حضرتك جدا بس أرجوكوا من سرعة ترسال الجثمان أرجوكوا يخلينا ندفنه إن شاء الله إحنا لسه ما عملناش عزم مستنيين الجثمان يجي ان شاء الله اتمنى بقى ان الخارجيه تستمع لهذا الكلام وانا اثق انهم هيتفاعلوا مع هذا الكلام وايضا من خلال طبعا المسؤولين المصريين في قطر القنصل يتدخل ونحاول نشوف ان شاء الله ازاي نساندها ونقف جنبها وأجهزة الدولة المختلفة يعني بما فيها حتى الأجهزة الأمنية والسيادية لأنه خلاص دخلنا في تهديدات واضحة من شيخ قطري يعتقد أنه فوق الجميع بعد الفاصل بشكر حضرتك وربنا يصبرك إن شاء الله بعد الفاصل الفنان أبو الليف هيبقى معانا بعد أن حكمت المحكمة عليه اليوم بالسجن لمدة عامين بتهمة القتل الخطأ
لأنه حادث بسيارته أدى إلى وفاة أحد المواطنين.